تقود رؤية المملكة 2030 إلى فرص ممتازة للشراكة التجارية الأمريكية السعودية في المملكة وفي أمريكا. نحن في السفارة الأمريكية نظمنا وفد تجاري مهم ل 75 مستثمر ولعدد من رواد الأعمال السعوديين لحضور قمة الاستثمار Select USA في واشنطن العاصمة. Over 10 individuals that I met at Select USA, a summit I'm currently doing business with now. 5 others were actually in negotiation for many upcoming partnerships, so stay tuned. وركزت القمة على الاستثمار التجاري ودوره في تنمية الأعمال التجارية ونمو الاقتصادي. أيضا كان من ضمن الفوائد اللي استفدناها في Select USA تعرف على طريقة إنشاء وخطوات لإنشاء بيزنس للمرة الأولى في الولايات المتحدة. نشكر شركائنا في وزارة الاستثمار على دعمهم لهذا الوفد الرائع، أكبر وفد من الشرق الأوسط. أنا أعرف أن رواد الأعمال السعوديين الموهوبين يستفيدوا من هذه التجربة لتوسيع علاقاتهم ولاستكشاف فرص جديدة تفيد الاقتصاد الأمريكي والسعودي. I was very blessed when I attended Select USA. The amount of dignitaries that were moving along side business people, it was tremendous. نتطلع إلى استضافة المزيد من الوفود التجارية التي توضح الالتزام المتبادل بالشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.